السلام عليكم، تمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نوجدوا حريشة زوينة بالسميدة والكوك. ما تنساوش دعم القناة بالاشتراك وجيم الفيديو، ضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وفرجة ممتعة. كنحتاجو كاس ديال السنيدة، جوج ديال البيضات، انا عبرت بالياغورت ديال الفاني هو باش خديت القياس. كيف قلت لكم كاس ديال السنيده بالقياس ديال الياغورت وجوج بيضات، نحتاجو قبيصه ديال الملح، كنحتاجو الياغورت بنكهه الفاني، كنحتاجو جوج كيسان من السميده الرقيقه كيف قلت لكم بالعبار ديال الياغورت، وكاس ديال الكوك حتى هو بالعبار ديال الياغورت، وكاس ديال الزيت كيف كتشوفوا، وكنحتاجوا الفاني وجوج ديال الخمارات. غادي نخلطوا هاد المكونات كلها، نضيفو الياغورت ونكهة الفاني، عفوا نسيت الفاني. جوج ديال الخمارات وغادي نخلطو على المكونات ديالي، كيف كتشوفوا خديت مقلة ديال الفرن ودهنتها بالزبدة، رشيتها بالسميدة رقيقة، غادي نضيف ليها الخليط، شعلت الفران كيسخن حيت الفران ديالي انا العافيه ديالو شويه ثقيله، شعلته قبل ما نبدا، شعلته كيسخن وغادي ندخلها حتى كطير على خضره تبان لينا تحمرات من الجناب، وكنهبطوها تحمر من الفوق، وكنقدموها بالصحة والراحة، وغادي نشوفو النتيجة إن شاء الله. كتجي لذيذة بزاف، زوينة بزاف.